طيب انا عايز استاذن حضرتك لان الخبير الزراعي واستاذ الزراعه في جامعه المنوفيه الدكتور محمد سالم طالب المداخله معانا وعنده رساله الحقيقه للجنتكم الموقره تحت قبه ماشي. البرلمان. دكتور برحب بحضرتك. اهلا بحضرتك يا استاذ شريف. تحياتنا يا فندم، اتفضل. الله يسلمك. الله يكرمك يا استاذ شريف، ربنا يخليك. بشكرك على الحلقه وعلى الاضافه. انا بس ليا في المداخله بس سياده النائب استاذ محمود شحاته معلومه يا ريت استاذ شريف تكتبها بعد اذنك حضرتك. يعني مصر تستورد يا استاذ شريف بعد اذنك سنويا 23 مليار جنيه امس. فانا هقول لك يعني هقول لك المشكلات عليك في الاخر الحلول. احنا مش سامعين كويس للاسف في الاستوديو. انا عايز بس استاذن حضرتك ممكن تعلي صوتك شويه. بقول لحضرتك يا شريف دي وزاره الزراعه تكلف الخزانه المصريه 160 مليار جنيه خساره. 160 تكلف الخزانه، خزانه الدوله تكلف وزاره الماليه 160 مليار جنيه سنوي. ال 160 مليار جنيه سنوي دول متوزعين على النحو التالي: 23 مليار جنيه قمح مصر تستورد سنوي ب 23 مليار جنيه قمح. مصر تستورد سنوي ذره صفراء وفول صويا اللي هي خامات صناعه اعلاف الدواجن واعلاف المسيح ب 38 مليار جنيه. مصر تستورد سنوي سكر للدعم ب 6 مليار جنيه. مصر تستورد 100% من الزيوت النباتيه بتاعتها ما يوازي 22 مليار جنيه. خلاصه الكلام يا استاذ، لو قعدت اعدد لك كل البنود دي لازم مجلس الزراعه بعد ثورتين بوكاله الاستاذ محمود شحاته اللي هي السيد النائب المحترم اللي عند حضرتك لازم يبقى فيها في مصر رؤيه واقعيه بالمليون ونص فدان بنزرعهم في الوادي الجديد. هنعمل ايه في السنه الغذاء بتاعتنا؟ بمعنى قدمنا رؤيه للحكومه ازاي نعمل استفادات من القمح في سنه واحده ونوفر للدوله الذره الصفراء وفول الصويا في نفس العام، وبنتعهد للدوله بتوفير 60 مليار جنيه. ده باحثين من جامعه المنوفيه وجامعه السادات، ومستعدين نجيب الرؤيه دي على ارض الواقع للجنه الزراعه والري في مجلس الشعب، ودي باعتراف وزاره الزراعه من ايام الدكتور ايمن ابو حديد لما كان وزير الزراعه في 2014. الاجنده الايجابيه كده يا استاذ شريف لازم توفر لفلاح الدلتا اللي بيعاني من ماده 25 في الدستور. انا قلت اتعهدت للمزارعين في مصر ان انا اعمل زراعه تعاقديه، وقبل ما الفلاح يزرع المحصول بتاعه انا بكون عامل معاه تعاقد واحميه للدوله واقول له يا فلاح يا مصري بدل ما بحول 23 مليار جنيه. الكلام يعني يكاد يبدو متطابق مع يعني متفق مع كلام النائب محمود شحاته زايد عضو لجنه الزراعه. عايز الكلام الشريف فيه وهو يتطابق لازم يكون في اجنده تطبيقيه للتنفيذ. بمعنى زي ما بقول لحضرتك كده، احنا قلنا في الدستور الجديد المدى 29 لازم الفلاح قبل ما يرجع عنده تعاقد يحميه. ده انا هقول لحضرتك عشان تحس بالالم يا شريف فيه. لو انت حسيت ان مصر بتحول 3 مليار دولار سنوي عشان ادعم الفلاح في اوكرانيا وادعم الفلاح في رومانيا ودعم الفلاح الروسي وصل وحولها بفلوس بالجنيه المصري. وصلت الصوره. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد سالم الخبير الدولي في شؤون الزراعه واستاذ زراعه في جامعه المنوفيه.